ابو تركي كارلو اليوم سوى العجب في الظهيرين يمين ويسار، كامل اوصاف، متعه، روح قتاليه، مرجع على قولتك، لاعب لاعب يعني، هذا اللاعب اللي يستاهل. انت قلت الحق، قلت يعني خلاص لو يعطيني مباراه الذهاب والاياب وكثر خيره ابد يرجع ديرته. يعني انا لو اليوم يقول لي كارلو خلاص برجع البيرو، السلامة، فما الله رحمة، سويت عليك وزيادة. يعني لاعب أدي الأدوار، يعني لاعب نجم، نجم لاعب منتخب أول، ومع ذلك تجي يساعد المدافعين ويرجع وفي روح في قتالية، تعاون مع زملائه، يصنع، إذا يعني قول فعل يبغى يصنع يصنع. التجاوز عنده هذا ما شاء الله عليه بسهولة، ومع ذلك يعني تحس إنه مع يعني مستوى أو جهده موزع على المباراة، وهي ثقافة محترف، تحسه مركز يبغى يلعب. يعني لا تحسه مثلا منشغل مع حكم، لا تحسه منشغل مع لاعبين وجدال لا هو شوف، أنا أعتبر بين لعبة الهلال فنان، الفنان يعني بيطربك، هو الوحيد يعني من لعبة الهلال زي وقت يوسف ثنيان، تبي متعة أطل كرة ثانية، لا موهوب، ينهي هجمة، يصنع هجمة، أضف إلى ذلك يدافع، وروح حماسة، ما يعني هو صراحة هو بالنسبة لك رقم نمبر ون في الذهاب والأياب، هو نمبر ون طبعا، كل اللعيبة ما يختلف عليهم صحيح. ونعم، لكن كاريرو الله يوفقه. أي والله.